قبل ما نروح لاخبارنا، عاوزه اتكلم عن فرق السيدات بنادي الزمالك اللي الحقيقه ما كانتش واخده حقها في اوقات كتيره فاتت، بعيدا طبعا عن العصور الذهبيه اللي حقق فيها فريق الطايره كل البطولات وكان مسيطر فيها بشكل كبير جدا على منصات التتويج. بس انت بتتكلم على اجيال قديمه قوي زي مثلا كابتن فريده، كابتن وفاء اسماعيل، كابتن مريم عصمت، كابتن فريده عصمت، ناس، لا يعني انت بتتكلم على جيل قديم شويه. بقالنا فتره او بقالنا سنين كتيره قوي ما كانش فيه اهتمام بفرق السيدات، ما كانش فيه دعم لفرق السيدات، ولكن الحقيقه ان الاداره مهتمه الفتره دي بشكل كبير جدا جدا بفرق السيدات وبتدعمها بشكل كبير جدا زي فرق الرجال، وفي رغبة قوية جدا ان الفرق السيدات تكون موجودة وبتنافس على البطولات، موجودة على منصات التتويج، في تدعيمات، في ارقام محترمة بتدفع علشان التدعيمات دي، في مدربين بيجوا جداد برضو، مدربين ليهم سي في محترم جدا جدا في الـ3 ألعاب، فده شيء عظيم ومبهج جدا جدا. لانه انا قلت قبل كده وهفضل اقول يعني قبل ما نتكلم بقى تفصيلا عن التدعيمات شكلها ايه والمديرين الفنيين، لكن انا قلت قبل كده وهفضل اقول انه الرياضه هي مش الرجال بس اللي بيمارسوا الرياضه، لا خالص. النهارده بقى عندنا اهتمام من القياده السياسيه بشكل كبير جدا جدا، ابتداء بقى من القياده السياسيه يعني، بشكل كبير جدا جدا بالسيدات وبالمراه، مش بالمراه في الرياضه بس، بالمراه في كل المجالات وخاصة الرياضة. فأنت بتشوف النهاردة أنه تعالى مع بعض كده نروح لآخر أولمبياد طوكيو. في حفل الافتتاح وفي حفل الختام كان اللي شايل العلم امرأة، يعني في حفل الافتتاح كان امرأة ورجل، وفي حفل الختام كان امرأة. ده يا جماعة أنا دايما بقول لو عايز تشوف أي دولة هي متقدمة لحد فين، ابتداء بقى من الدولة أو من القيادة السياسية، وبعدين تعالى بقى إيه للمؤسسات اللي بعد كده، أندية، اتحادات، شركات، كل الناس دي، شوف الدولة دي بتعامل المرأة إزاي وهتعرف مدى تقدمهم قد إيه، هم متقدمين قد إيه، هم مش مهمشين دور المرأة في أي مجال من المجالات. فالحقيقة انه لما نتكلم بقى على الرياضه، لا المراه بقى ليها دور عظيم جدا جدا في الرياضه، وانا دايما بقول ان التحدي اللي بتواجهه المراه في اي مجال من المجالات ما بيكونش بس التحدي اللي هو بيكون عند الرجل، ان انا عايز اصلا انا ده مصدر دخلي، اصلا انا بثبت نفسي، اصلا لا، المراه بقى عندها مش فكره مصدر دخلها بس والكلام، لا هي بتحاول تثبت نفسها وتقول ان انا قادره، وان انا قادره اعمل حاجات كتيره قوي قوي قوي، بجانب ان انا لو متزوجه عندي بيتي وشغلي واطفالي وكل الكلام ده، عندي تحديات كتيره جدا جدا. مش عايزه حد يقول والله دي نجمه رياضه، بس خد بالك بقى يعني في بيتها الدنيا مش احسن حاجه، الدنيا واقعه منها في حياتها الشخصيه او في حياتها الاسريه، لا خالص. طول الوقت المرأة بتكون بتحاول تثبت انها لا انا قد التحدي، انا قادرة أأدي هنا وهنا 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 وأدي في كل مكان، فده مهم جدا جدا. فلما تيجي بقى على الرياضة ولما تيجي تتكلم على نادي الزمالك، شيء مبهج يدعو للتفاؤل ان انت تلاقي الادارة بتهتم بال3 فرق او بكل الرياضة النسائية داخل نادي الزمالك، وان الموضوع مش مقتصر على فرق الرجال، وان انا خلاص ما انا زي الفل اهو، احنا دعمنا الطايرة واليد والسلة والكورة وتنس الطاولة والكاراتيه والجودو في فرق الرجال، ما هم دول، لا احنا كمان فرق السيدات مهتمين بيها خاصة السنة دي بشكل محترم جدا جدا، وبندعم وبندفع ارقام محترمة في الصفقات دي. الصفقات دي مش بتيجي على فكرة بارقام عادية، لا بتيجي بارقام محترمة وارقام كبيرة جدا. الإدارة طبعا دعمت بشكل كبير جدا، لو هنبتدي بفريق الطايرة فبيضم 4 لاعبات من الأفضل في مصر وبيمثلوا قوام المنتخبات لفترات كبيرة جدا وحققوا بطولات كتيرة جدا جدا جدا، وإن شاء الله يستمروا في تفوقهم ويقدروا كمان يحققوا بطولات مع نادي الزمالك، خصوصا في ظل الدعم الكبير من الإدارة أو الجماهير. الجماهير كمان مستقبلة التدعيمات دي على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا وباحتفال كبير جدا وفرحانين بشكل كبير جدا. يعني شفت بعض الصفحات بدأت هي كمان، ما أنا النهاردة كإدارة بدأت أدعم الفرق دي، فأنا خلاص بوجه الجماهير كمان أن الرياضة داخل نادي الزمالك مش رجال فقط، لا الرياضة داخل نادي الزمالك رجال وسيدات. الإدارة ما تعاقدتش مع لعيبات سوبر بيلعبوا منتخبات وبس، لا دول كمان تعاقدوا مع ناس يعني أسماء تقيلة قوي 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 كمدربين،
مدربين بقى، مش اي مدرب خلاص، لا مدربين منتخبات كبيره ليهم اسماء وتاريخ كبير في اللعبه. لو هنبدا بكابتن احمد فتحي اللي هيكون طبعا ضيفي ومنورني ومشرفني النهارده، الاداره ما وقفتش كمان الدعم على فريق الطايره بس، لا احنا على فكره يمكن دول بس اللي تم الاعلان عنهم الفولي، ولكن في تدعيمات كبيره جدا 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 لباقي الفرق. يعني تعالى مثلا لفريق اليد، تم تعيين مدير فني جديد، هو جديد السنه دي لكن هو مش جديد على الفريق، وهو طبعا كابتن قاسم ابراهيم اللي قدر ان هو يعمل فريق قوي جدا جدا في الزمالك، وقدر كمان من بعديها ان هو يجيب الدوري السنه دي مع فريق الشمس. يمكن كان في ولايته الاولى كان لسه كانش عندنا درجة أولى أصلا من 2009، فلما رجعت الدرجة الأولى في 2020 وكان كابتن قاسم متولي مهمة تدريبهم، كانت أول سنة مفيش خبرات. وأنا اتكلمت دايما على فريق يد السيدات إن كل الفرق عندهم خبرات ومتوسط أعمار وناشئين أو شباب، إحنا عندنا لا الموضوع كان مختلف، إحنا عندنا إنه اللعيبة كان كلهم أعمارهم واحدة، 2000 2001 99 يمكن دي كانت اكبر واحده في الفرقه. فالنهارده اول موسم دخلوا ومثلوا الفريق قدروا ان هم يدخلوا في المربع الذهبي وياخدوا في نهائي الكاس برضو السنه دي نفس الحكايه. فالنهارده اللي عايز اقوله انه البنات دول هيتم تدعيمهم بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي جايه، وفي صفقات تم الانتهاء منها ولكن هيتم الاعلان عنها قريبا. والجميل في الموضوع ان احنا الإدارة ما بتمليش على المديرين الفنيين صفقات، يعني ما بتجيش تقول له والله تعالى وأنا جايب لك صفقة كذا وكذا وكذا وكذا، علشان النهاردة لما أجي في نهاية الموسم لو أنا كإدارة والله قلت له هي دي الصفقات اللي أنا جبتها لك، هيقول لك طب ما هو أنا وأجي حاسبه نهاية الموسم يقول لك أنت والله جبت لي صفقات أنا مش عايزها في مراكز أنا مش محتاجها، لكن الإدارة استنت جابت كل مدير فني وقالت له احتياجاتك إيه، فبالتالي بدأ إن هو يختار احتياجاته، عشان لما أجي في نهاية الموسم أتكلم مع الراجل يقول لي والله انا تمام انا قصرت في كذا، خلاص انت كل متطلباتك تم تحقيقها. وان شاء الله الاستقرار الحالي وكمان الدعم الموجود دلوقتي في فرق السيدات يستمر، وان شاء الله نقدر ان احنا نحقق بطولات كمان، مش الفولي بس، لا كمان في الباسكت بالتاكيد اللي تعاقد مع مدرب كبير وهو كابتن عمرو عاشور، وفي تدعيمات بلاعبات على مستوى عالي جدا جدا هيتم الاعلان عنهم برضو قريب جدا. يمكن هو بس الموضوع بدا بالفولي فكلنا شفنا صفقات الفولي، ولكن تم تعيين الثلاث مديرين فنيين لثلاث فرق السيدات، ولكن صفقات الباسكت وصفقات كره اليد هيتم الاعلان عنها ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله. كل التوفيق لكل فرق السيدات داخل نادي الزمالك، وكل التوفيق للرياضه النسائيه بشكل عام في مصر، وكل التوفيق للمراه، لان زي ما قلت ان المراه بتبذل مجهود جبار بيبقى عليها تحديات كبيره جدا جدا جدا، فيجب الاهتمام بالمراه زي ما القياده السياسيه مهتمه بدور المراه ومعظمه دور المراه في كل المجالات. لازم كمان كل المؤسسات بقى لو بنتكلم عن الرياضه من اتحادات وانديه يبداوا يعني يمشوا على نفس الخطى اللي القياده السياسيه ماشيه بيها، وانه قد ايه دور المراه مهم. وطبعا الاداره في نادي الزمالك بدات في ده في الرياضه النسائيه او الفرق النسائيه داخل نادي الزمالك، ودي حاجه محترمه جدا جدا تستحق الاشاده بشكل كبير. وانا دايما لما بنتكلم عن الرياضه النسائيه وعن المراه بشوف انه لا لازم نديهم حقهم بشكل كبير جدا لانه فعلا يستاهلوا بالتاكيد.